باسم الجمعية الصحراوية للتضامن وتوعية مشروع الحب الذاتي والتنمية المستدامة، أشكر كل حضور اللي حضروا معنا، وعلى رأسهم السيد القنصل العام. نحن فخورين بزيارتك السيد القنصل، والأخوات من دبي، والأخ من السويد، والإخوان من المغرب ومن الجزائر ومن تونس ومن أنحاء العالم. مرحبا بكم وسهلا. بمناسبة عيد المسيرة الخضراء أربعة وذكرى الأربعة والأربعين، الجمعية الصحراوية للتضامن وتوعية مشروع الحكم الذاتي ترحب بكم وتحتفل بهذه المناسبة القيمة من أجل الجالية المغربية وتوعية الجالية المغربية بهذه الذكرى العظيمة الخالدة، اللي كان جلالة المغفور له الحسن الثاني، كانت معجزة بالنسبة لانطلاقتها وبالنسبة لنجاحها. واليوم نحن نحتفل بهذه المناسبة وهذه الذكرى على قلوب المغاربة، واللي كان من خلالها تحرير الصحراء المغربية، وإن شاء الله تحرير إخواننا المحتجزين بمخيمات تندوف. وأشكر كل فنانين اللي شاركوا معنا في هذه المهرجان، وأشكر الإخوان اللي ساعدوني وكانوا دائما يد العون لي، أشكرهم من هذا المنبر، وأشكر الجميع ومرحبا بكم وسهلا وأهلا كاملين، والصحراء مغربية وستبقى مغربية. إذن هذه مناسبة بنون النسوة، يعني وراء إنجاز هذا العمل البديع والجميل، طبعا كانت امرأة صحراوية. احنا بمناسبة المرأة، أنا غنستغل واخا ما كاينش في البرنامج، غنستغل باش نشكر المرأة المغربية بقصيدة زجلية، وأنحني لها احتراما وتقديرا، لأن كم من امرأة تحافظ على أسرتها وتشقى وتعمل من أجل ماذا؟ من أجل لم شتات هذه الأسرة، ومن أجل حماية أبنائها، وخصوصا في المهجر من الانحراف والضياع وغيرها من السلوكات الشاذة والمنحرفة. ومن هنا أقول أتمنى للمرأة أن تستمع هذا الشيء كيهمكم لنا. يلا اسمع، شهادة حقكم طبعا. خليني نقول لك على سر عشت مخبيه في قلبي من زمان، ومن هذه الشحال سر أنا قررت نبوح به حيت جا الوقت فاش يتقال. أنا ما حبيتك على طمع ولا على مال، أنا حبيتك حيت معدن الأصل وبنت الحلال. بغيتيني كيف أنا بعيوبي بذنوبي، ما طلبتي مني نجيب لك نجوم أو نحقق محال، ولا بغيتيني نكون فارس أو خيال، وقفتي في جنبي ومازال. واللي زاد خلاني حبيتك أنك بقيتي في صبرتك، ما تبدلتي ما تغيرتي في زمان كل يوم في حال. ها علاش أنا حبيتك، وها علاش غنبقى ديما نحبك حيت معدن مأصل وبنت الحلال، والنساء بحالك قلال. إذا الجمعية الصحراوية أبت إلا أن تشكر السيد القنصل العام خالد أفقير على حضوره وعلى دعمه وعلى مساندته لهذه الجمعية ولكل التظاهرات الفنية والإبداعية التي تخدم القضية الوطنية وتخدم الفنان والمبدع المغربي. إذن من هذا المنطلق، الجمعية الصحراوية جد فخورة بالشريف السيد القنصل لها بهذا الحضور، وقد أبت بدورها إلا أن تقوم بالتفاتة طيبة في حقه اعترافا له بهذا الدعم المادي والمعنوي. تتفضل رئيسة الجمعية بلالة زهراء حيدر طبعا بتقديم الهدية إلى السيد خالد أفقير، فليتفضل. مشكور. مزيان مزيان، واش يعرفونا عادي يدو
الباب دور. في الحقيقة كلكم تستحقون التكريم، لأن حضوركم هو دعم للقضية الوطنية. حضوركم هو قمة الدعم للقضية الوطنية، هذه القضية التي ينبغي لنا جميعا أن نقف كرجل واحد خلف صاحب الجلالة لنؤكد له أننا مغاربة وسنبقى مغاربة، وأن قضيتنا مشروعة، بدليل أن 130 دولة الآن تؤكد دعمها للمغربي ولقضيته، شيء الذي يؤكد أن قضيتنا مشروعة، وأن حلول نقترح من طرف المغرب هي حلول يؤيدها المجتمع الدولي وتؤيدها جميع الدول العادلة الكامل والمنصفة. إذن معنا سيدي خليد، أنا كنطلب منه يقدم كلمته هو في حق هذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وقبل كل شيء أود أن أتقدم بالشكر الخالص للسيدة زهرة حيدرة على الدعوة الكريمة التي لبيتها بكل تلقائية وبشكل سريع، اعترافا بالمجهودات التي تقوم بها في هذا الشأن دفاع القضية الوطنية، وحضورها الوازن في جميع المناسبات خدمة لقضايا البلاد ولقضايا الجميع. ثانيا كنشكركم جزيلا لحضوركم في هذه المناسبة الغالية، وكنعتقد أن حضوركم عنده دلالات وازنة، ربما نلخصها في 4 ديال الدلالات. الدلالة الأولى هي دلالة احتفالية محضة، لأن من الأسبوع الماضي أسابيع المجيء إن شاء الله الرحمن الرحيم المغاربة قاطبة يحتفلون بذكرى 44 للمسيرة الخضراء المضفرة، والمغاربة سواء كانوا داخل الوطن أو خارج أرض الوطن فهم يحتفلون بهذه المناسبات الوطنية الغالية، لا سيما أن هذه المناسبة تأتي في خضم مجموعة مناسبات كذلك ذات دلالة وازنة، لا سيما الاثنين المقبل 18 نوفمبر اللي هو ذكرى عيد الاستقلال. إذن هناك دلالة احتفالية محضة، أعتقد أننا كنتشاركوها جميعا كمغاربة، وتنشكر القيمين على هذا الحفل والفنانين اللي جاوا حضروا رغم الأجندة ديالهم. هناك دلالة كلي نقول جديدية، لأن ملي كنحتفلوا بذكرى وطنية غالية هي مناسبة كذلك لجديد آيات البيعة والولاء للسبة العالية بالله، وجديد العهد ديال المغاربة القسم المسيرة، والرغبة الأكيدة في المشاركة في مؤسسة المدينة. الدلالة الثالثة هي دلالة كذلك وازنة، بحكم أنه مناسبة لتجديد اليونانيميتي اللي المغاربة كاملين عندهم تجاه القضية الوطنية. هذه قضية لا تخص الدبلوماسي الرسمي أو الدبلوماسي الموازي، هي قضية جميع المغاربة قاطبة من طنجة إلى القويرة ومن وجدة إلى أقصى الغرب إلى أكادير، وبالتالي واجب علينا أن في مناسبة الحالة أنا نجدد التأكيد على أن هذه المناسبة مناسبة غالية وتخص جميع المغاربة قاطبة. والدلالة الأخيرة إذا سمحتوا لي هي دلالة عندها معنى كذلك مهم، بحكم أن المسيرة لم تنقضي فقط في 6 نوفمبر 1975، المسيرة هي مسيرة بناء، هي مسيرة كتربط الماضي بالحاضر وكذلك بالمستقبل. هناك مجموعة ديال التحديات، مسيرتنا مجموعية يدا في يدين هو أننا نشاركوا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لبناء مغرب الغد، المغرب ديال وليداتنا، هاد الوليدات تبارك الله اللي شفتهم هنا تيتجراو واللي هما امتداد لكم ولهويتنا المغربية بخصوصيتها. إذن شكرا مرة أخرى على الدعوة، شكرا للفنانين اللي جاوا وحضروا، شكرا لكم، شكرا للحضور،
وشكرا لهذه الالتفاته اللي نتوما تستحقوها، ماشي انا اللي تستحق، نتوما اللي كتستحقوا. شكرا شكرا. خير ما يمكن ان يقدمك هديه هو كتاب الله عز وجل. خالد خير العالم، وهذه هي. Thank you.